بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم عليه السلام إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب، أي إجاب الله دعاءه، على أنه أجيب إلى طلبته قول الله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم عليه السلام ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من ذرية إبراهيم. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد رحمهم الله في قوله قال لا ينال عهد الظالمين، قال إنه سيكون في ذريتك ظالمون. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد رحمهم الله قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون لي إمام ظالم يقتدى به. وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد رحمهم الله في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثني أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد رحمهم الله في قوله ومن ذريتي، قال أما من كان منهم صالحا فسأجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير رحمه الله لا ينال عهد الظالمين، المراد به المشرك، لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك، فالمشرك عدو الله، وهو الذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله، فالشرك أعظم الجرائم أعاذنا الله منه. وقال ابن جريج عن عطاء رحمهم الله قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت لعطاء رحمه الله ما عهده؟ قال أمره، لا ينال عهدي أي أمري. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه حدثنا الفريابي حدثنا إسرائيل
حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال الله لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. فأبى أن يفعل، ثم قال: لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده، ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره وإن كان من ذرية خليله، ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا ينال عهد الظالمين. قال: يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمه أن تطيعه فيه. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقضه. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان رحمهم الله نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه رحمهم الله قال: ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق رحمه الله: أخبرنا معمر عن قتادة رحمهم الله في قوله: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة رحمهم الله. وقال الربيع بن أنس رحمه الله: عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول: لا ينال دينه الظالمين. ألا ترى أنه قال: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول: ليس كل ذريتك يا إبراهيم عليه السلام على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان رحمهم الله. وقال جويبر عن الضحاك رحمهم الله: لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني، ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. فالأحساب والأنساب لا تنفع، إنما الذي ينفع هو الإيمان بالله وطاعة الله والإيمان برسول الله عليهم الصلاة والسلام. وأما الحسب والنسب لا ينفع بدون إيمان. وقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد، حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي، حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني، حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينال عهد الظالمين. قال: لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي رحمه الله: لا ينال عهد الظالمين، يقول: عهدي نبوتي. فهذه أقوال مفسر السلف رحمهم الله في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة الظالمة، ففيه إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه، كما تقدم عن مجاهد
رحمه الله وغيره، والله أعلم. قال الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مهابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني الكعبة المشرفة، يقول: لا يقضون منه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه، يعني قلوبهم متعلقة به، يأتون ويرجعون. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: مثابة للناس يقول يثوبون، رواهما ابن جرير رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: أخبرنا أبي، أخبرنا عبد الله بن الرجاء، أخبرنا إسرائيل عن مسلم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: يثوبون إليه ثم يرجعون، يعني يأتون ثم يرجعون. قال: وروي عن أبي العالية وسعيد بن جبير في رواية، وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك، يعني يأتون ثم يعودون، قلوبهم متعلقة به لعبادة الله عز وجل. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثني عبد الكريم ابن أبي عمير، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال أبو عمرو، يعني الأوزاعي، حدثني عبد ابن أبي لبابة رحمهم الله في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: لا ينصرف عنه منصرف، وهو يرى أنه قد قضى منه وطرا، يعني الذي يحج ويرجع قلبه معلق. وحدثني يونس عن ابن وهب قال: قال ابن زيد رحمهم الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال: يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، أورده القرطبي رحمه الله: جعل البيت مثابا لهم، جعل البيت مثابة لهم، ليس منه الدهر يقضون الوطر، يعني مهما جاءوا قلوبهم متعلقة لعبادة الله عز وجل. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى: وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني رحمهم الله: مثابة للناس، أي مجمعا وأمنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أي أمنا للناس. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس عن أبي العالية رحمهم الله: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس ومن حولهم وهم آمنون لا يسبون. الحمد لله. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة رحمهم الله هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت، أي الكعبة المشرفة، وما جعله موصوفا منه به شرعا وقدرا، من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه، ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا
من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل ثم دخله كان آمنا. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يعرض له، كما وصفها في سورة المائدة بقوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي يرفع عنهم بسبب تعظيمها، يرفع عنهم بسبب تعظيمها السوء. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض، وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولا، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم عليه السلام مع الأمر بالصلاة عنده، ومقام إبراهيم حجر كان الخليل إبراهيم يقف عليه ويبني الكعبة، فأثر قدمه في ذلك الحجر، فهذا هو مقام إبراهيم. آية للناس، فبعض العوام يظن أن قبره هناك، هذا باطل، ليس هنا قبر أحد، إنما هو الحجر الذي كان يقف عليه خليل عليه السلام ويبني الكعبة، فأثر قدمه فيه عليه السلام. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم عليه السلام مع الأمر بالصلاة عنده، يعني ركعتي الطواف، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالمقام ما هو، فقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا عمر ابن شبة النميري، حدثنا أبو خلف يعني عبد الله بن عيسى، حدثنا داود بن أبي هند عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: مقام إبراهيم الحرم كله. وروي عن مجاهد وعطاء رحمهم الله مثل ذلك. وقال أيضا: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سألت عطاء رحمهم الله عن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال: أما مقام إبراهيم الذي ذكر هنا فمقام إبراهيم هذا الذي في المسجد، ثم قال: مقام إبراهيم بعد كثير، مقام إبراهيم الحج كله. ثم فسره لي عطاء فقال: التعريف عن الوقوف بعرفة، والصلاتان بعرفة الظهر والعصر، والمشعر مزدلفة، ومنى، ورمي الجمار، والطواف بين الصفا والمروة، يعني كل هذا من مقام إبراهيم. فقلت: أفسره ابن عباس رضي الله عنهما؟ قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله. قلت: أسمعت ذلك لهذا أجمع؟ قال: نعم، سمعته ومثله. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير رحمهم الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله، قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل عليه السلام الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. مقام إبراهيم حجر كان الخليل إبراهيم عليه السلام يقف عليه وابنه إسماعيل يناوله الحجارة، فأثر قدمه فيه. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل
تحت قدم إبراهيم عليه السلام حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس رحمهم الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج عن جعفر بن محمد عن أبيه سمع جابراً رضي الله عنه يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر رضي الله عنه: هذا مقام أبينا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة رحمهم الله قال: قال عمر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا إبراهيم عليه السلام؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا دعلج ابن أحمد، حدثنا غيلان ابن عبد الصمد، حدثنا مسروق ابن المرزبان، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مر بمقام إبراهيم فقال: يا رسول الله، أليس نقوم من مقام خليل ربنا؟ قال: بلى. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن محمد القزويني، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: لما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم، قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا مقام إبراهيم الذي قال الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ قال: نعم. قال الوليد: قلت لمالك: هكذا حدثك واتخذوا؟ قال: نعم، هكذا وقع في هذه الرواية وهو غريب. وقد روى النسائي رحمه الله من حديث الوليد بن مسلم رحمه الله نحوه. وقال البخاري رحمه الله: باب قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال البخاري: مثابة يثوبون ويرجعون، يعني يأتون إلى بيت الله ويرجعون. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، أي يدخل في بيتك الصالح والطالح، فلو أمرت أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالحجاب، فأنزل الله آية الحجاب. وقال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن، حتى أتيت إحدى نسائه فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه هكذا ساقه البخاري
رحمه الله هاهنا، وعلق الطريقة الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري، وقد تفرد بالرواية عنه البخاري رحمه الله من بين أصحاب الكتب الستة، وروى عنه الباقون بواسطة. وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين فيه اتصال إسناد الحديث، وإنما لم يسنده لأن يحيى بن أيوب الغافقي فيه شيء يعني ضعف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله فيه هو سيء الحفظ يحيى بن أيوب الغافقي، والله أعلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم، حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي عز وجل في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب: إذا سألتمهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن، فنزلت كذلك. ثم رواه أحمد رحمه الله عن يحيى وابن أبي عدي رحمه الله كلاهما عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث، فذكره. وقد رواه البخاري رحمه الله عن عمرو بن عون، والترمذي رحمه الله عن أحمد بن منيع، والنسائي رحمه الله عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وابن ماجة رحمهم الله عن محمد بن الصباح، كلهم عن هشيم بن بشير به. ورواه الترمذي أيضا رحمه الله عن عبد بن حميد عن حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة، والنسائي رحمه الله عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة كلاهما عن حميد وهو ابن تيرويه الطويل به. وقال الترمذي رحمه الله: حسن صحيح. ورواه الإمام علي بن المديني رحمه الله عن يزيد بن زريع عن حميد به، قال: هذا من صحيح الحديث، وهو بصري. ورواه الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله في صحيحه بسند آخر ولفظ آخر، فقال: حدثنا عقبة بن مكرم، أخبرنا سعيد بن عامر عن جويري بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب، وفي أسارى بدر، وفي مقام إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة في شأن أسارى بدر، فأكثرهم قالوا: نأخذ منهم الفداء، يفدون أنفسهم بالمال ونستعين بذلك المال في سبيل الله. وعمر رضي الله عنه قال: إني أرى أن تسلم كل رجل منا قريبه يقتله. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق، يعني بجواز الفداء. وفي مقام إبراهيم: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال أبو حاتم الرازي: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقني ربي في ثلاث، أو وافقت ربي، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا
من مقام إبراهيم مصلى، وقلت: يا رسول الله، لو حجبت النساء فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لو مات عبد الله ابن أبي ابن أبي لو مات لما مات عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. قلت: يا رسول الله، تصلي على هذا الكافر المنافق؟ فقال: إيها عنك يا ابن الخطاب. فنزلت: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره. فنهى الله رسوله عن الصلاة على المنافقين. وهذا إسناد صحيح أيضا، ولا تعارض بين هذا ولا هذا، بل الكل صحيح، ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه، والله أعلم. وقال ابن جريج رحمه الله: أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل 3 أشواط، يعني في طواف القدوم، ومشى 4، حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فصلى خلفه 2 ركعتين، ثم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا يوسف بن سلمان، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنهما قال: استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن، أي الحجر الأسود، فرمل 3 ومشى 4، أي عندما قدم، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى 2 ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث حاتم بن إسماعيل، وروى البخاري رحمه الله بسنده عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت 7 وصلى خلف المقام 2 ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، هكذا حتى تم جدارات الكعبة، كما سيأتي بيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في بناء البيت من رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري رحمه الله. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافياً غير نائل. أبو طالب يذكر أثر قدم إبراهيم عليه السلام على الصخر، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاً. وقال عبد الله بن وهب: أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم، يعني ذهب أثر بعضه. وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسح، لا يجوز التمسح بالحجار، وإنما صلي سنة الطواف وراءه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئا ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذكر لنا
من رأى أثر عقبه عقب قدم إبراهيم عليه السلام وأصابعه فيه، فما زالت هذه الأمة يمسحونه حتى خلولق، أي قدم وانمحى، والتمسح بالأحجار لا يجوز. قلت: وقد كان المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، قد كان المقام هذا الحجر ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما إلى الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، الذي أخره أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده. ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج: حدثني عطاء وغيره من أصحابنا رحمهم الله قالوا: أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عبد الرزاق رحمه الله أيضا عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد رحمهم الله قال: أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله: أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن كامل، حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي، حدثنا أبو ثابت، حدثنا الدراوردي عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن المقام كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر العدني قال: قال سفيان يعني ابن عيينة وهو إمام المكيين في زمانه: كان المقام في سقع البيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحوله عمر رضي الله عنه إلى مكانه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذا، فرده عمر إليه. جاء سيل فذهب الحجر إلى مكان آخر، فرده عمر رضي الله عنه إلى موضعه. وقال سفيان: لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله. قال سفيان: لا أدري أكان لاصقا بها أم لا. فهذه الآثار متعاضدة، أي يقوي بعضها بعضا على ما ذكرناه، والله أعلم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا أبو عمرو، حدثنا محمد بن عبد الوهاب، حدثنا آدم، حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد رحمهم الله قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فكان المقام عند البيت، فحوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضعه هذا. قال مجاهد رحمه الله: قد كان عمر رضي الله عنه يرى الرأي فينزل به القرآن.
هذا مرسل عن مجاهد، وهو مخالف لما تقدم في رواية عبد الرزاق عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد رحمه الله أن أول من أخر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا أصح من طريق ابن مردوية مع اعتقاد هذا بما تقدم مع اعتضاد أي تقوي هذا بما تقدم، والله أعلم. فركعتي الطواف تصلى وراء المقام إن أمكن، وإذا كان هناك زحام تصلي الركعتين في أي موضع من المسجد. قال الله عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ثبتنا على الإيمان والإسلام وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الحسن البصري رحمه الله: قوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، قال: أمرهم الله أن يطهراه من الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شيء. وقال ابن جريج: قلت لعطاء رحمه الله: ما عهده؟ قال: أمره. وعهدنا أي أمرنا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم رحمه الله: وعهدنا إلى إبراهيم أي أمرناه كذا قال. والظاهر أن هذا الحرف إنما عدي بإلى لأنه في معنى تقدمنا وأوحينا. وقال سعيد بن جبير رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: قوله أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، قال: من الأوثان، أي طهره من الأوثان كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، كسر الأصنام وطمس الصور صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله: طهر بيتي للطائفين، إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور والرجس، يعني يطهر بيت الله من الأصنام والأوثان والنجاسات والأقوال الباطلة. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: وروي عن عبيد بن عمير وأبي العالية وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وقتادة رحمهم الله أن طهر بيتي أي بلا إله إلا الله من الشرك، طهر بيت الله من الشرك والأصنام والأوثان والباطل. وأما قوله تعالى للطائفين فالطواف بالبيت معروف، وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال في قوله تعالى للطائفين يعني من أتاه من غربة أي من مكان بعيد، والعاكفين أي المقيمين فيه. وهكذا روي عن قتادة والربيع بن أنس رحمهم الله أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه كما قال سعيد بن جبير رحمه الله. وقال يحيى بن القطان رحمه الله عن عبد الملك وابن أبي سليمان عن عطاء رحمهم الله في قوله والعاكفين، قال: من انتابه من الأمصار أي جاء إليه من جميع الأمصار فأقام عنده وقال لنا ونحن مجاورون أنتم من العاكفين. وقال وكيع
عن أبي بكر الهذلي، عن عطاء رحمهم الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا كان جالساً فهو من العاكفين. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير رحمهم الله: ما أراني إلا مكلم الأمير أن أمنع الذين ينامون في المسجد الحرام فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل، فإن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عنهم فقال: هم العاكفون. ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة رحمهم الله به. قلت: وقد ثبت في الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ينام في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عزب، أي غير متزوج. وأما قوله تعالى: والركع السجود، فقال وكيع عن أبي بكر الهذلي عن عطاء رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما: والركع السجود، قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة رحمهم الله. وقال ابن جرير رحمه الله: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بتطهير بيتي للطائفين، والتطهير الذي أمرهما به في البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالاً فقال: فإن قيل فهل كان قبل بناء إبراهيم عليه السلام عند البيت شيء من ذلك، شيء من ذلك الذي أمر بتطهيره منه؟ وأجاب بوجهين: أحدهما أنه أمرهما بتطهيره مما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان ليكون ذلك سنة لمن بعدهما، إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم عليه السلام إماماً يقتدى به، كما قال عبد الرحمن ابن زيد رحمهم الله: أن طهر بيتي، قال: من الأصنام التي يعبدون، التي كان المشركون يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبد عنده أصنام قبل إبراهيم عليه السلام، ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم. الجواب الثاني أنه أمرهما أن يخلصا في بنائه لله وحده لا شريك له، فيبنياه مظهراً مطهراً من الشرك والريب، كما قال جل ثناؤه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار. قال: فكذلك قوله: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، أي ابنيا بيتي على طهر من الشرك بي والريب، كما قال السدي رحمه الله: أن طهرا بيتي، ابنيا بيتي للطائفين. وملخص هذا الجواب أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام أن يبني الكعبة على اسمه وحده لا شريك له، للطائفين به والعاكفين عنده والمصلين إليه من الركع السجود، كما قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله أيما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك رحمه الله: الطواف به لأهل الأمصار أفضل من الصلاة عنده، يعني الذين يأتون من بلاد بعيدة ينبغي لهم أن يطوفوا لأنهم سيرجعون. وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله أيما أفضل، الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك رحمه الله: الطواف به لأهل الأمصار، أي الذين قدموا من بلاد بعيدة، أفضل من الصلاة عنده. وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً، وتوجيه كل منهما يذكر في كتاب الأحكام.
والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيت المؤسس على عبادته وحده لا شريك له، ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عن كما كانوا يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له إما بطواف أو صلاة، فذكر في سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامها وركوعها وسجودها، ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم سواء العاكف فيه والباد. وفي هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن القيام، لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفي ذلك أيضا رد على من لا يحجه من أهل الكتابين اليهود والنصارى، لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل عليه السلام وعظمته، ويعلمون أن بناء هذا البيت للطواف في الحج والعمرة وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده، وهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف يكونون مقتدين بالخليل إبراهيم عليه السلام وهم لا يفعلون ما شرع الله له؟ وقد حج البيت موسى بن عمران عليه السلام وغيره من الأنبياء عليهم السلام، كما أخبر بذلك المعصوم محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وتقدير الكلام: إذن وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، أي تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أي طهراه من الشرك والريب وابنياه خالصا لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآية ومن قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. وتنظيف المساجد وتطيبها مما يقرب إلى الله عز وجل. ومن السنة من أحاديث كثيرة من الأمر بتطهيرها وتطيبها وغير ذلك من صيانتها من الأذى والنجاسات وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنيت المساجد لما بنيت له، أي لعبادة الله. وقد جمعت في ذلك جزءا على حدة، ولله الحمد والمنة. ابن كثير رحمه الله جمع جزءا في آداب المسجد، وقد اختلف الناس في أول من بنى الكعبة، فقيل الملائكة عليهم السلام قبل آدم عليه السلام، وروي هذا عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن حسين، ذكره القرطبي رحمه الله وحكى لفظه، وفيه غرابة، أي في هذا القول غرابة. وقيل آدم عليه السلام، رواه عبد الرزاق رحمه الله عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن المسيب رحمهم الله وغيرهم، أن آدم عليه السلام بنى من خمسة أجبل: من حراء، وطور سيناء، وطور زيتاء، وجبل لبنان، والجودي. وهذا غريب أيضا، وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما وكعب الأحبار وقتادة رحمهم الله، وعن مهب بن منبه رحمه الله أن أول من بناه شيث عليه السلام. وغالب من يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب،
وهي مما لا يصدق ولا يكذب، لأنهم حرفوا وبدلوا ولا يعتمد عليها بمجردها إذا لم يوفقوا، إذا لم يصدقوا الدليل من الكتاب والسنة. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله: حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام حرم بيت الله وأمنه، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها فلا يصاد صيدها ولا يقطع عضاهها، أي شجرها ذا الشوك الذي نبت من الله. وهكذا رواه النسائي رحمه الله عن محمد بن بشار عن بندار رحمهم الله به. وأخرجه مسلم رحمه الله عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلاهما عن أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري رحمهم الله. فقال ابن جرير رحمه الله أيضا: حدثنا أبو كريب وأبو السائب قال حدثنا ابن إدريس وحدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم الرازي قالا جميعا سمعنا أشعث عن نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم عليه السلام كان عبد الله وخليله، وإني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، عضاهها أي شجرها الشوك وصيدها، لا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يقطع منها شجرة إلا لعلف بعير. وهذه الطريق غريبة، ليست في شيء من الكتب الستة، وأصل الحديث في صحيح مسلم رحمه الله من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. ثم يدعو أصغر وليد له، أن أصغر طفل، فيعطيه ذلك الثمر، وفي لفظ: بركة مع بركة، أن اجعل بركة مع بركة. ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان، لفظ مسلم صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا أبو كريب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها، أي المدينة. انفرد بإخراجه مسلم رحمه الله، فرواه عن قتيبة عن بكر بن مضر به رحمهم الله، ولفظه كلفظه سواء. وفي الصحيحين رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة رضي الله عنه: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج بي أنس يقول رضي الله عنه: فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل. وقال في الحديث: ثم أقبل حتى إذا بدا له أحد ظهر جبل أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال: اللهم
إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم عليه السلام مكة. اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم، وفي لفظ لهما اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم، وبارك لهم في مدهم. زاد البخاري رحمه الله يعني أهل المدينة صلى الله عليه وسلم. ولهما أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. رواه البخاري رحمه الله وهذا لفظه، ومسلم رحمه الله ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت لها في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها أي جبليها، لا يهراق فيها الدم يعني ظلما، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين. الحديث رواه مسلم رحمه الله. والأحاديث في تحريم المدينة كثيرة، وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم عليه السلام لمكة، لما في ذلك في مطابقة الآية الكريمة، وتمسك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل عليه السلام، وقيل إنها محرمة منذ خلقت مع الأرض، وهذا أظهر وأقوى.